طيب خلينا نعمل شيء على ارض الواقع. اوكي اوكي اعطيتك ورقه وقلم وراح اطلب منك هلا عكبير ترسم رسمه على هذا اللوح، بس قبل ما ترسمها بدي اياك تفكر فيها بيني وبينك، ما تحكي لي اياها، وبس تخيل مربع بيني وبينك. تمام، يعني حط مربع اول شيء ولا لا ما تحط؟ بس تخيل انه في مربع موجود وما تبلش ترسم الا لما انا ارسم. أوكي. لانه ممكن الناس يفكروا انه هذا القلم قلم الكتروني او شيء زي هيك، فانا راح ارسم اول بعدين انت راح ترسم. بدي اياك تتخيل مربع بيني وبينك، هذا المربع عم ببلش عم ببلش الرسمه تاعتك تطلع. اوكي تمام، ممتاز، طلع فيه بليز. اوكي، هي شغله واحده، في عاده الناس ممكن يفكروا في اكثر من شغله، بس انت هلا عم تفكر بس وان اوبجكت، شغله واحده. تمام اوكي تمام، انا عم فكر بشغله واحده من ضمن المربع. اوكي ممتاز. بيجيني شيء زي الدائره بس مش دائره 100%. بدي اطلب منك بلش ترسم هلا، بس بلش ارسم الرسم اللي فكرت فيه. يا وارسمها اكبر ما عندك بليز. اوكي ممتاز. احمد انا حطيت القلم هون، ما بقدر اغير رايي، بس بدي اطلب منك تورجيني الرسم اللي انت رسمته. لف علي، لف على قلب حب. قلب حب من بين جميع الرسمات رسمت قلب حب، كان تقدر ترسم ولد، كان تقدر ترسم صحيح. بيت الى اخره، بس رسمت قلب حب. انا احمد رسمت. واو